بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله إخواني. بهذا الدرس راح نتعلم شلون نصمم موتور من الفيلم الشهير باتمان. طبعا البلو برنت أني ضبطته وراح أرفع لكم إن شاء الله الملف وياه. طبعا سهل ضبطه. هسه نشوف، سويت بلين بسيط وحطيت عليه الإيديت بول المعدل، بعد هذا حطيت ال يو في دبليو ماب فوق الإيديت بول. طبعا لازم لازم مهم، لان اذا حطينا لي جوا راح نشوف حصل عندنا هيك، لكن اذا حطينا لي فوق نقدر نغير بالفيرتكس مال البلين بدون ما يتغير ويا الخامه. هاي بس حبيت اشوفكم شلون سوينا البلو برنت بشكل سريع. طبعا موجود، حارفع لكم اياه الملف ان شاء الله. بعد هذا بالاوبجكت بروبرتيز اخذناه البلين للبلو برنت، الشو فروزن انجري لغينا تفعيله حتى من نسوي فريز نلاحظ يبقى الخامة، اما اذا بقينا الاختيار راح تكون لونها رمادي. بعد هذا راح نبدي تصميم الاطار. طبعا الاطار شيء مهم بتصميم الدراجات، يعني اكثر مصممين يبدون بالاطار بسبب بسيط بانه نقدر نضبط القياسات من الاطار. طبعا اذا استشوفكم مثال عندنا، طبعا هنا نقدر حتى لو نبدي من اي جزء ما راح يأثر، لكن اذا عندنا دراجة من منفذ واحد راح يكون الشيء كلش صعب ضبطه. هسه اشوفكم مثلا مثال، عندنا هاي الدراجة مثلا اللي هي بي ام دبليو مثلا. خلينا نشوفكم المثال بسيط، لاحظ هاي الدراجة. طبعا هاي الدراجة من اصعب الدراجات الموجودة طبعا لحد الان، يعني اول اكثر دراجة تعبتني بتصميمها، بعدني مكملها طبعا. بس خلينا نشوفكم بالليفت، موجود عندنا عندنا بس منفذ الليفت اللي هو نستخدمه للبلو برنت، بس منفذ ليفت، فيكون تصميمها جدا صعب. طبعا حتى من نصممها بالليفت اول ما ابدي بالاطار، لان يعني عندنا صور توضيحية للاطار موجودة. مثلا نلاحظ مثلا هاي الصورة، من الصورة هاي نقدر نضبط الحجم مال الاطار. بعد ما نضبط حجم الاطار راح ناخذه كمرجع عندنا بضبط الحجم للدراجة، يعني كلها من الاطار فقط نقدر نضبط حجم الدراجة. فاول ما نبدي تصميم الاطار هذا، بس حبيت فتشي اوضحكم اياه قبل ما نبدي بتصميم دراجة باتمان. عندنا انا بديت بالاطار، طبعا الاطار شغلته بسيطة وحبيت اسوي كيمياء طريقة، حبيت اسوي الاطار يعني نمذجة، ما حبيت اسوي خامة. طبعا هي طرق عديدة بتصميم اطارات، نقدر نسوي بلين بسيط من دون اي تفاصيل وبالخامات نضيف له تفاصيل، لكن حبيت اسوي كيمياء بما انه هاي الورشة احترافية حبيت اجعله بشكل احترافي الاطار. طبعا نبدي هسه اشوفكم طرق يعني على السريع شلون سوينا الاطار. نخفي هذا، اوكي. من التوب فيو بورت راح اصمم بلين بسيط، بعد ما صممناها من اوبجكت بروبرتيز نختار سي ثرو، اوكي. راح نقدر نشوف البلو برنت. بعد هذا خلينا نطلع رفرنس، طبعا الرفرنس انا رفعت لكم اياها موجودة عندكم اللي هو الرفرنس هذا. نلاحظ الاطار، طبعا اختلافات اكو بالاطارات اصدارات متنوعة، هذا الاطار راح نحاول نقلده. نشوف التفاصيل مالته هنا عند بلو برنت، بس يعني ما بي هاي الالتفافه، فانا حسويها الالتفافه موجوده. نحول الى ايديت بول، نختار الايدز كونكت، نختار عدد 3 1 2 3 4 او 4 حتى تكون عندنا 5 مضلعات، اوكي. بعد هذا عندنا هذا الايدز تقدرون تستنسخوه او تريدون تبقى عادي بكيفكم على راحتكم، فخلنا نفرض بانه ردنا استنسخه. الايز هذا اللي هو بالنص نعمل له كونكت بالسيجمنت واحد،
ناخذ البوليجونز هذني بالديليت نحذفه. بعد هذا اختار هذني الفيرتكس نحركن تقريبا هالقد اوكي. بعد ما حركناها راح اسوي نختار الايدج كلها هذني انسيت باي بوليجونز قيمة قليلة. اخذ هذا البوليجون راح يسوي لنا مشاكل اذا سوينا سيومتري نحذفه. بالفيرتكس نختار النقطتين اللي حذفنا مات البوليجون حطها اوكي. بعد هذا اختار البوليجونز اللي سويناها نجدد وراح اسوي لهن اكسترويد قيمة قليلة تقريبا هنقد Alt و X حتى نشوف المدول سي ثرو. هذا البوليجون اذا بقيناه راح يسوي عندنا مشاكل بالسيومتري فنحذفه. بعد هذا راح تكون عندنا في شكل بسيط. راح اخذ ال Edge Ring Connect صفر سلايد. بعد هذا اختار كل ال Edge ثاني موجودات بهذا ونعمله Connect بالنص حتى يكون عندنا. هذا ما راح احتاجه يعني راح يكون عندنا بيسيومتري. نشوفكم يا النتيجة سيومتري لب هسه صار عندنا السبب من يوم سوينا هذني الايدج حتى نسوي الفتحات الموجودة بالنص تقريبا بالنص. فاخذهن النقطتين كليتين شامفر قيمة تقريبا هالقد. راح احذفهن او اختارهن بيفول بقيمة قليلة. بعد ذلك اكسترويد تقريبا هالقد. اخذ هذني كالعادة نمسحن البوليجونز صار عندنا. بالنهاية اللي تشوفوها ناخذ النقاط كل هذني على الواي نضبطهن او بس خلينا هذني على الواي حركين اوكي. بعد ما سويناهن راح اخذ هذني الايدج حواف اعمل له رينج وكونكت سيجمنت عدد اثنين البانش راح نغيره او البنش. بعد هذا ذني الزوايا نختارهن حواف رينج كونكت 75 بنش كلش كافيات. عندنا الزوايا ذني بنشوف نفس ما نشوف حادات فراح نختار الزوايا. طبعا خلينا نشوفكم يوم بال عندنا بالهذا. طبعا تشوفون هذا ال يكون نشوف الزوايا شلون صايره من هنا. عندنا كل شيء يعني نختار هذه الزاوية الحواف اللي نختار هين. طبعا لازم بالنص ايضا او هذني هشوفكم النتيجة كونكت واحد. طبعا اذا اختارنا اكثر من واحد حصير عندنا هاي المشكلة فنختار واحد واحد. نلاحظ من اللي نغير فيصير عندنا اختلافات. الحل مالته بسيط حل كلش بسيط اللي هو بالكات Alt و C نختاره Alt و C حصل عندنا ندفع الكونكت الكات قصدي ف
نسوي ال هذا الزاوية كلتين هيجي بالكات ونحاول نسويها بهذا الشكل. طبعا نستمر، انا راح اوقف الفيديو لحد ما اكمل لانه ياخذ وقت عندنا. بعد ما كملنا العمل يدني الحواف راح نسوي فد شيء اخر، نجرب بس نسوي تيربو سموث نشوف النتيجة بقيمة 2 أو 1 حسب، نشوف النتيجة جدا جميلة. نشوف هذني الأشياء الصغيرة اللي هي تقريبا بروزات نقدر نسويهن أو لا حسب انتو الرغبة مالتكم. طبعا إذا تريد نسويها جدا بسيطة، اختار هذني الحواف، هذني مثلا كل هذني الحواف اللي هي بس بها، نختارها لوب. بعد هذا اكسترويد قيمة تقريبا هنا قد هنار، ورا ما نسويها طبعا لازم يضيفون بعد ادز موجودة يعني هنا أنا مثلا هيك يعني تقطعوا ابعاد هاي اذا تريدوها، بس طبعا انا ما حسوي هسه. يضيفون تقطعات الها وتكملوها، انا ما راح اسويها لان ما يحتاج، جدا صغير راح ثقلنا المشروع. طبعا بعد ما سوينا هذني الكمنا هذا راح الغي التفعيل، نسوي له استنساخ كوبي ونختار عدد النسخ تقريبا 30. ورا ما حيتكون عندنا هذني النسخ حولها كونفرتي دات بولي اتاتش، ونسوي اتاتش لكل النسخ الموجوده عندنا. ورا ما كمل النسخ راح يكون عندنا هي يعني نفس هذا. بعد هذا راح نطبق عليه معدل بيند بدرجة 360 او اكثر قليل، راح يصير عندنا شكل هذا اسطواني. بعد هذا راح اطبق مع معدل FDD 3D اللي هو ناخذ من التوب ناخذ الهذني الحواف من بالنص ونحاول نعملهم تقوس بالسكال اداة سكال حتى يكون عندنا شكل مقوس. هنا شوي خلينا نضيفه بعد كلش زين. هسه راح كملنا البروزات الموجودة بإطار، طبعا تقدرون تطبقون عليه معدل التيربو سموث، بس انا ما انصح بيه كلش راح ياخذ ذاكرة معدنا وراح يثقل المشروع جدا. انا شو حسوي هسه؟ اكمل اكتفي بهذا القدر من هنا، راح اكمل التصميم. طبعا قبل هذا كليته راح احوله او ناخذ هذا بس FDD 3D سيلكات وراح احوله الى اديتابل، نعمل بيست انستانس اخذ ال انا هذني كوتشن ما احتاج، احاول امسحه او احذف النص هذا حتى نعمل له بعدين سيومتري. شوف قرب بس النص تقريبا، ما نريد ناخذ اي شيء اخر، بالنص نقسمه. ديليت نحذفه، اعمل له سيومتري فليب. اوكي هذا عندنا نتيجة. طبعا بس اريد انوه فد شي، انا ما من سوينا استنساخ للحواف للقطع البروزات ما سويت لهن كل نقطة ويلد، السبب اني انا ما راح اسوي تيربو سموث او هذين راح يكونوا مخفيات، فهذا بس حبيت انوه اليه. الان راح اخذ الحواف هذه الظاهرة او للاسهل راح اسوي مجسم بحده لان نشوفه بروز هو بحده، فراح هذا نسوي له معدل شيل
بقيمة يعني بسيطة، مو بالأوتار، بالإنار راح أسوي فوت قيمة بسيطة. شوية دي ثقل حاسبة، سوينا معدل تقريبا 2 أو أكثر حسب إحنا اللي نريده، تقريبا 3. أوكي، بعد هذا ما سويناه، خلنا ناخذ سيومتري كات سوي له الشال، راح كونفيرت الى بولي، راح تقدرون طبعا تشيلون الحواف اللي صارت من الشال هنا او تبقوها حسب الرغبة، انا حبقيها. نرجع السيومتري، طبعا تشوفون هذا التشوه سبب الشال، ايش الحواف مالش اللي صارت عندنا. بعد ما اخذناه نسوي ديليت حتى نحذف الحواف، ما نحتاج انين. فعل سيومتري، صار عندنا خطأ. طبعا هو هذا معدل الشل يضوج، طبعا بس تحركون راح يصير عندنا. بعد ما سويناه هسه راح ابدي بال او هذا المجسم. طبعا طريقة عمله حسب انت اللي تريده، لكن انا راح اجرب بال بطريقة التيوب. شوف تيوب اي حجم هسه ما نحتاج الهايسينج من الصفر، السايد 18 نبقيها، حولها الى دوت بول، راح اختار كل البوليجونز ذني نحذفين، بقى بس هذا البوليجون. بعد هذا خلينا نضبط بالنص. اوكي، راح اختار اللاين، نعمل اللاين بسيط. بعد هذا نحاول تقريبا نسوي الحجم تقريبا، لازم نسوي تقريبا كافي هالقد، ونزيد بعد قليل. هنا مو صار اوكي، هذا طبقنا تيربو سموث ما راح يأثر ان شاء الله. نختار ال من هنا نختار الحواف اللي عندنا، سكال هنا هذا راح تكون لي شوية اللي جوا طبعا تقريبا هنا. بعد هذا راح اخذ الايدز هذني كونكت سلايد للبرا شوية قليل، هاي تكون هالقد. نختار الايدز رينج تقريبا هالقد، ايضا الخارج رينج قليل، طاي برا. صار عندنا ال هذه الجهة. اختار ال ايدج خارجية
نسوي لها شيفت يعني نسحب حتى يتكون ضلع جديد. رينج كونكت 89 كونكت 89 أداة إسكال راح أكبر وراح أخذ الإيدز اللي كوناه اللي هو هذا الإيدز سوي إسكال تقريبا هالقد راح أسوي له استنساخ إلى هنا سكال اخذ الحواف الداخلية سكال او كونكت صفر هسه تكون عندنا الجزء الخارجي طبعا نفس ما قلت لكم هذا تقدرون هسه تطبقون عليه تيربو سموث بس انا هسه ما داري تسويني ان راح يثقل عندي حاسب اني حاسبتي مواصفاتها شوية تعبانة عندنا هنا نحتاج نسوي بروز لوب نعمل له شامفر قيمة بسيطة نختار اللي تكون عندنا الايدج كونكت واحد اكسترويد راح تكون علقت قيمة كلش كافية اكسترويد نشوف الناتج عندنا هذا الناتج لاحظ يحتاج هنا اضافة بعد اللي هو نكبر تقريبا هالقد صحيح تكون عندنا هسه هذا الجزء نعمل له سيومتري او سيومتري بالأداة التحريك حرك الى هنا شوف النتيجة كل زين ستكون عندنا هذا الاطار تربو سموث تيربو سموث راح احاول اسوي تيربو سموث نشوف النتيجة شفنا بعد تيربو سموث شوف النتيجة قد حلوة هذا اطار هذا طريقة طبعا احترافية كلش واتمنى راح تستفادوا ان شاء الله بتطبيقه بغير امور ان شاء الله تكون ممتعة هذه الان اذا اردنا نسوي الويل الداخلي ان شاء الله راح اعلمكم اياه لكن بالدرس القادم تابعوا